كشف الكاتب مروان قاووق عن إنجازه لنص مسلسل بيئة شامية جديد بعنوان عرس الحارة، والذي تدور أحداثه في عهد الاحتلال العثماني. وبحسب المعلومات فإن قصة العمل ستبدأ من مراسم زفاف في إحدى الحارات لتحدث مشكلة خلال العرس، ولنرى فيما بعد تداعيات هذه المشكلة على الحارة وسكانها وغيرها من الأحداث. العمل الجديد لم تتضح معالمه بشكل كامل بعد، لكنه على الأرجح سيتم التحضير له بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. كما لم يعلن قاووق عن الشركة المنتجة للمسلسل، فيما تشير المعلومات إلى أنه سيكون من إنتاج شركة قبنض ميديا المنتجة للجزء العاشر من مسلسل باب الحارة بنسخته الثانية. كما لم يتم الإعلان عن أسماء أبطاله ومخرجه لغاية الآن. وفي السياق نفسه وبحسب معلومات سيدتي نت، فإن مسلسل عرس الحارة لن يكون بديلاً لمسلسل باب الحارة بجزئه 11، والذي سيجري تصويره ليكون حاضراً في رمضان 2020. وعلى الأغلب سيتم تصويره جزئين من العمل معاً، وهما الجزئان 11 و12، ومن تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب. أشكركم على الوصول إلى نهاية الفيديو. لا تنسى أن تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة.